كتير. ولما فقد والدته يعني واضح يا أسامة أنت عندك حب كتير لوالدتك جدا. فاكر كانت بتعمل لك ايه بقى؟ هي اللي بتساعدكم كلكم في، انت بتقول لي يعني انت كنت بتذاكر على ايديها وما عندوش اللي ما يتوفر للاطفال التانيين، ويبقى في عندنا لسه في مصر واحنا قاعدين نتكلم عن تكافل مجتمعي، عندنا بيوت صفيح، ناس فيها قاعدة يعني لما تقعدوا انتوا تسعة جوه، قاعدين جوه البيت الصفيح ده، ووالدك انتوا 10. والده رقم 10. طيب انا عشان